في تفصيلات على الواقع على الأرض. كيف؟ إيه رؤيتك لتطبيق وجهة النظر للبدء في تنفيذ هذه الخطة؟ أولا أن حلم الجماهير والناس المجتمع معانا، يعني المجتمع لا ينبغي أن يترك العقلاء، المجتمع أن يختطف. المكون المسيحي الأصيل الموجود هو مع الحرية والعدالة، لكن عليه هيمنة من الإدارة الكنسية. الجيش المصري به عقلاء أثر، الإخوان المسلمين بهم عقلاء كثر. ندرك دورنا أنا وغيرك هذا البرنامج، أعتقد أن ننشئ جسورا بين كل هذه الأجسام. ينبغي أن نبني جسورا ولا نبني قلاع. هناك عقلاء في كل الأطراف، أعتقد من هذه الزاوية بالإجراءات اللي حصلت، يعني الذي كسر الانقلاب في الأرجنتين وتشيلي هو النساء. طرحوا أمرا جديدا مختلف عن السياسيين. الذي حرر الشيشان جزء منها كان ضغوط الأمهات اللي خرجوا. لذلك أنا كتبت مقال في 2014 مبادر زوجة وشهيد، أمهات الضباط الذين قتلوا ظلما وعدوانا، وزوجات المعتقلين الذين يقتلوا في السجون. لماذا لا تتحد النساء على أن يحموا أولادهم؟ نحن مع كل امرأة ظلمت قتل زوجها، كان ضابط قائد منطقة مركزية في سيناء، وأيضا مع كل معتقل واقف زوجته في وادي النطرون ولا في أبو زعبل. لابد أن نتحد جميعا على أن نقول للظلم كفى. طيب أستاذ ياسر، مرة تانية عند حد